بالانضباط ديالو كيخرج من راسو كيدير واحد لو جيست اللي يمكن حتى واحد ما عرفش علاش امير الرباطي وصل لهذا لو نيفو ودار هذاك لو جيست للجمهور ديال الرجاء البيضاوي. فالجمهور ديال الرجاء ديال المغرب بغى يعرف علاش درتي هذاك لو جيست وكيفاش هي الظروف اللي خلاتك توصل لهذا لو نيفو. اولا بسم الله الرحمن الرحيم كنحييك سي عادل ونشكر المستمعين الكرام. فهاد لو جيست هذا اللي قلتي واللي غادي نهضر معك دابا, اولا كنعتذر للجمهور ديال بصح جمهور الرجاوي اللي كيقولوا جمهور قح اللي تنعتذر ليه بهذه المناسبه هذه. وكاين جمهور اخر واحد اخر سي عادل بان كيمولوا من ناس اخرين باش يجيو يسبوا امين الرباطي في هادشي وقع ليا في السنه اللي فاتت مع المغرب التطواني وعاوتاني هاد السنه مع المغرب التطواني. فكثير ديال الاوائل قال لك بان امين الرباطي باع الماتش في الدار البيضاء التطوان وباع الماتش في التطوان المغرب التطواني. فهادشي لا يعقل بان وصلنا لهذا المستوى ويقول الجمهور بحال هكا بان ما تنسمح حتى شي واحد باش يطيح لي بالقيمه ديالي ويوصلني حتى لهذا المستوى. فما كنسمح لاي واحد. وبهذه المناسبه كما كيقول الجمهور بان من حقه يغضب لوجيست لو ديال ما خصوش يدار وما تيدارش, لان انا ما كنت كنتظر بان الجمهور يسبني بهذيك الطريقه وبهذاك الاسلوب اللي ما عمري في حياتي سمعته من الجمهور ديالي اللي كنت كنعشقه الاول والاخر, لا ملي مشيت الاحتراف ولا ملي التدريب. فما كنتش كنتظر منه هذا الاحتجاج هذا بالنسبه لي انا, خصوصا بالنسبه لي انا ما عرفتش شنو هو السبب. وثاني تنتاسف له بان جمهور الرجاء البيضاوي كبير كل شيء, لا على امين ولا على اي لاعب داز في فريق الرجاء البيضاوي. أنا بأن هادشي ما كنتش أنا بالنسبة لي أنا تصدمت بالحق, براسي تصدمت بأن هادشي ما متعودش كنديرو أنا وما عمري في حياتي درتو. وتنعتذر كما قلت لك الجمهور بأن الجمهور كبير والجمهور ديال بصح ماشي الجمهور ديال اللي كياخذ الفلوس باش يجي عاير في اللعابة ولا باش يجي يدير خواطر الناس أخرين. فهذا لا يعقل بأن فريق كبير وفريق اللي تتصدروا بزاف ديال الواجهات لان باش يجي اشخاص ما تيغيروش على الفريق ويجيو يسبوا بهذيك الطريقه هذه. فنتمنى ان شاء الله هادشي ما يتكررش. واخا امين بعد نهايه المباراه فجمهور الرجاء شافك حيتي توني مشيتي حطيتي قلتي لهم صافي انا غادي نمشي في حالي اخر مباراه, هضره كبيره انك غادي تعتزل ما بقيتيش غادي تلعب مع الرجاء, حتى الطريقه يمكن حتى الاسلوب انك خرجتي من الرجاء وانت اللي دوزتي فيها سنوات كبيره انك تحط توني وتخرج وتحط العماده ديال 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 الكابيتانه ديال الرجاء البيضاوي. فحتى الطريقه اللي درتيها فالرجاويين ما فهموش علاش, واش في التيران كان خصك دير هذا الشيء ولا من بعد تهضر مع المسؤولين. فشنو اللي دارك في الراس باش الرجاويين هما يعرفوا علاش امير الرباطي حيد توني وحطه في التيران وقال الجمهور الرجاء غادي يمشي في حالي؟ الطريقه سي عادل بان باش درت الطريقه بان باش يعرفوا بان واش هذا الجمهور هذا باغي امين ولا ما باغيش, بان باش نحط التوني باش نبقى بعزي وبكرامي ماشي باش اخر يوم نولي نتهان مع الجمهور اللي كنت كنحبو وكنقدرو في جميع الظروف, بان باش يجي حتى لاخر لحظه ويدير لي هذا الشيء. فانا ما ننتظرش منه. فكما قلت يا عادل فالحمد لله فريق الرجاء البيضاوي اعطاني وعطيت الفريق الرجاء البيضاوي, ما ننساش الخير ديال الفريق ديالي بان الفريق اللي بين لي في الوجود اللي شهرني واللي دار لي بزاف ديال الحوايج. فانا بان الحمد لله عطيت الفريق ديالي لا كرويا ولا ماديا, نحسن معك عادل اخويا لشيخ ديال اي حاجه, لان ما كاينش شي لعاب في الرجاء اللي داز في الرجاء وما لحد الان سي عادل اللي ما استفدتش من الرجاء بحال امين الرباطي. فهادشي الحمد لله انا كنفتخر به بان الحمد لله عطيت الفريق ديالي كل شيء, الحمد لله عطيت الفريق ديالي القاب كره ماده كل شيء الحمد لله. فهادشي ما تيبقاش فيا الحال, لان هادشي كما قلت يا عادل في ان قلتي حطيت توني وحطيت اشاره ديال العماده. فعادل كانت الكرامه ديالي ما قدرتش نصبر, بان لا يعقل عادل الملعب كامل كيسب لاعب واحد, ما يمكنش. راه احنا بشر واي واحد يقدر يدير. فانا هادشي اللي درت واقيلا يمكن درت شويه
كاين لاعبين دازوا قبل مني يمكن داروا اكثر من هادشي. فانا ماشي كنبرر باش كان نقول للجمهور بان صافي راه ما كاين والو، لا بلا كاين، بالعكس انا درت خطا وكنقول لك انا درت خطا، وانا ما كنتحدى اي واحد عادي، انا ما تنخافش، انا من عادتي ما تنخافش، كنتحدى اي واحد، انا درت خطا ولكن عادي اخويا باش الجمهور كامل تيسب فيك فرمشه عين، وانت اللي عطيتي للفريق ودرتي 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 وجيت انا واخا امين امين عادل. انا مزيان اعترفتي بالخطا ديالك، طلبتي المسامحه من الجمهور الرجاء، هادشي كله مزيان. انا نجيك من الاخر امين، فكيف قلتي لي انت في الاول، فكاينين الناس اللي كيتخلصوا باش يجيو يسبوك، كاينين الناس اللي خرجوا عليك هضره ديال انك بعتي الماتش ديال العام اللي فات، بعتي هذا الماتش ديال هذا العام بانك راك داخل مع فاخر في واحد الكونفلي. كاينه هضره اخرى كتقول بان هاد الناس المسؤولين دابا اللي كاينين هما اللي دايرين لك هادشي، هما اللي باغيين يخرجوك من الرجاء باش يحلوا الفلوس اللي جابوا بها بوخريس، باش يحلوا مشاكل يمكن ديال الفاخر في التشكيله. فواش يمكن تقول لي بان هذا كومبلو دايرين فيه بزاف د الحوايج، فيه مسؤولين دابا ديال الكره اللي كاينين دابا في الفرقه ديالك؟ فانا بغيتك تجيني قودة امين باش الناس يعرفوا الواقع والحقيقه اللي كاينه، شنو كاين في الكوليس. ما نقدرش نقول لك عادي، انا قلت لك انا راجل عادل وغنبقى راجل، انا هادشي ما نكذبش عليك ما شايفوش في سي بغيتي يقولوا هادشي، ولكن ما تيهمنيش انا اللي جا واللي ما جاش. الحمد لله اللاعب اللي تيجي الرجاء ولا اللي تيجيبوه فرجلو ورجلو والهيئه ديالو هي اللي تتكلم عليه باش يلعب في الرجاء ولا ما يلعبش. اما باش تقول لك انا سي عادل فلان ولا فلان ولا فلان، هادشي انا ما تيهمنيش انا، ولا باش يجيبوا فلان ويرخصوا ويحلوا فلان، احنا ماشي مشكل، احنا ولاد الرجاء وتنغيروا على الرجاء، تلعبوا في ظروف يعني شي حوايج اللي كثار عادي بحال هكا، وتلعبوا مع الفريق ديالنا، لان في الطريقه هذه باش يجيبوا لعابه ويحلوا لهم فلوسهم، وهذه المسؤوليه، هذه هما اللي تيتحملوا هذه المسؤوليه ديالهم. فانا الحمد لله انا مع فريق الرجاء البيضاوي وعندي عقد مع الفريق ديالي، بان هادشي ما نكذبش عليك سي عادل، ما عرفوش والله ما نكذب عليك، لان خدو عارف شي حاجه نقول لك اون ديتاي، بحال اللي كتقول للناس اجيني بود، انا اجيك بود عادي، خدو عارف شي حاجه غنقولها لك، ما نخاف ما تنحشم ما تشاع، بان هاد الناس هادو جابوا هاد اللعابه ولا باغي يحلوا فلوسهم، هذا منهم الله، انا كنقولها عادل، ماشي ما عندي حتى شي حاجه، منهم الله، لان هادشي ولكن انا ما عرفوش عادل، انا الحمد لله تنأدي الخدمه ديالي في الملعب، تنديريجي الجروب اللي عندي، الحمد لله عندي دور كبير داخل فريق الرجاء البيضاوي، لا مع اللاعبين ولا مع المسؤولين ولا مع الطاقم التقني، فان شاء الله كما قلتي عادل هادشي ما نقدرش ندخل معك، خدو عارف ماشي ما نقدرش ندخل معك، خدو عارف عادل، نقول لك انا ما تخاف من واحد، خوف من الله سبحانه وتعالى، ما تخاف حتى من شي واحد، كون عارف شي حاجه بحال هكا عادي نقول لك باس او اون 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 ديريكت، ما عنديش مشكل. داكور. فنتمنى ان شاء الله سي عادل هادشي اللي كتقول، حتى انا ما كرهتش عادل من دابا كاع ساعه، كون عرف هادشي نعيط لك، انا نعيط نقول هادشي اللي كاين، ولكن ما نقدرش نقول لك عادل ما نظلم حتى شي ولد الناس، الحمد لله عندي علاقه مع جميع اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، لا 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 اللي كاينين دابا ولا اللي قدام، واخا شي وحدين منهم بان هضروا في شي ميديا مؤخرا، فمنهم الله حتى هما عادل، ماشي مشكل، فهذوك اللعابه دازوا معنا وكلوا معنا الطعام كما تنقولوا، وشركنا الملح والطعام، فاي واحد اي واحد اي واحد عادل كيدير شي حاجه خصو يتحاسب عليها. نعم، واخا نخليو الكلمه اخيره امين، بزاف د الناس كيقولوا امين صافي اعتزل ما بقاش يلعب في الرجاء، بزاف د الناس يمكن الرجاء حتى هي خرجوا بالغ كيقولوا بانك توقفتي لاجل غير مسمى، الرجاء دابا دخلت في واحد الدوامه ديال الهزائم ديال المشاكل ديال الهضره كبيره، خرج المشكل ديال كابيتان الرجاء واللي يمكن اعترف بالخطا ديالو كيطلب مسامحه من الجمهور ديال الكبير ديال الرجاء، فاحنا نخليو الكلمه امين الجمهور منك ليه، قول ليه اللي بغيتي باش نختموا معك امين. انا كما قلت لك عادل اخويا تنعتذر وتنعتذر بكل حاجه وباي حاجه، لان كنعتذر للجمهور ديال بصح ديال الرجاء ديال اللي كان معنا في السراء والضراء، ماشي الجمهور ديال كما تنقولوا تياخذوا الفلوس باش يجيو يسبوا في ولاد الناس اللي ما عندهم ذنب حتى هما، الله يحسن العوان، لان باش يجيو يقولوا للناس اللي حاجه اللي ما تزكاش ويجبدوا لنا والدينا اللي تحت القبار واللي باقين في الحياه، فهذا لا يعقل. فتنطلب الجمهور الرجاوي يساند الفريق ديالو
كان امين ولا ما كانش امين الرباطي، فالرجاء بلا امين ولا بامين راه الرجاء غتمشي، بلا فاخر ولا بلا بودريقه الرجاء راه غتمشي. تنتمنى بالقلب ديالي، ماشي احتساء عادل، انا تنقول لك انا ما عنديش مشكل، انا الحمد لله بخير، ولكن كنطلب الجمهور، كنطلب الجمهور الرجاوي ديال بصح الحقيقي اللي تيغير على التوني، تيغير على التوني بحال اللي تنغيروا عليه حنا، يجي ثاني الفريق ديالو. الحمد لله حنا الاولين في البطوله، باقي حتى شي حتى ما تهرسات باش انا كاس العرب، باش انا الدومي فينا خرجنا مشرفين، خرجنا هادي ما ماشي مشكل، هادي الناس الفرق الكبار وتيخرجوا بهاد 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 لي فيناليست وما الدومي فيناليست. كنتمنى ان شاء الله الجمهور ديال بصح يساند الفريق ديالو ويتبع الفريق ديالو، بان باقي سبعه ديال الدورات تتسنانا بطوله ديال كاس العالم اللي ان شاء الله ندخلوا نشاركوا فيها لا دوزيام فوا. ونتمنى ان شاء الله كما قلت لك عادل ينسى الجمهور هذه الحيازيات ويجي يشجع الفريق ديالو، بان الفريق بلا جمهور راه ما كيسوى والو، والجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي تنعرف انا راه جمهور ديال بصح. وتنتمنى وتنتمنى بقلبي وبكل وبولادي تا هما يمشي الجمهور، لكن ما قلت لك عادل في الاول الجمهور الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي ولا امين الرباطي، لان امين الرباطي ولا ما يكونش في الرجاء راه خصو يكون يشجع الفريق ديالو. وانا تنتمنى وانا مع الفريق ديالي، كنت معاهم ولا ما كنتش معاهم ديما انا مع الفريق ديالي، وتنعتذر عادل وبهذه كنحيي جميع الناس اللي ساندوني، والحمد لله انا ما كما قلت لك انا درت خطا ولكن ماشي شي حاجه، ولكن تنعتذر وتنعتذر في هذا الشيء ديالي، انا ما تنحش ليا، ولكن الغالب الله سي عادل كما قلت لك ملي كتسب والديك اللي ماتوا يعني هذه حاجه انا ما نقدرش نتخلى عليها، ونفسي مثلا انا مربي بحالك عادل وتنعتذر. شكرا لك خويا امين. اذا استمعنا الامير الرباطي عميد الرجاء واللي يمكن المغاربه